Use the method of virtual work and determine the vertical displacement of joint A. Each member has a cross section area of 400 millimeter squared will yield 200 gigapascal. نجيب الاكتوال لودز، لو نجيب الرياكشنز لو حابين، لو حابب ممكن تحل من غير رياكشنز. لو خدت المومنت عندي الدي يطلع 60 في 3 و40 في 4 ونص ماينس السي اكس في 2 يساوي صفر. يطلع السي اكس لو كنا فرضينه كده هيطلع سالب، لو فرضينه كده يطلع موجب على طول، وقيمته 180. طبعا السي اكس هيطلع يمين والدي اكس هيطلع يسار. احنا فرضين ده كان موجب، فكان السي اكس كنا فرضينه كده فطلع موجب، وده موجب وده موجب، فالسي اكس طلع سالب يعني اتجاهه يمين، والدي اكس هيكون اتجاهه يسار زي ما على الرسم كده، ده يمين وده يسار. ده 180 وده 180 تنشن على طول. اقف هنا، هنا 40 لتحت، احلل ال AB اضربه في الرأس على المايل، الرأس 2 والمايل 2.5 يساوي 40، يعني هو ب 50 وتنشن. احلله افقي اضربه في 1.5 على 2.5 يطلع ب 30 يمين، يبقى ده 30 يسار، يبقى ده كومبريشن 30، وده زيه، وده نفس القيمة اللي هنا، ده 60 لتحت بقى 60 لفوق تنشن. مش فاضل إلا ده، ده جبناه خلاص. ده ممكن أجيبه من سيجما ال اف واي اف اكس زي ما أنت عايز، أو ممكن من هنا كمان الرياكشن ده الميل اللي هو مجموع الاتنين دول، لأن هنا مفيش حاجة رأسية. 180 ده يساوي ده وده يساوي ده، فمعنى كده ايه؟ دي 180 مش 18. سيجما الاف واي يساوي صفر، هنا مفيش سي واي، مفيش حد يقابله يتحمل السي واي، وبالتالي مفيش هنا رياكشن، بصفر السي واي بصفر، يبقى ده 100. واقف عند النقطة دي واحلل سيجما الاف واي، اقول 100 لفوق يبقى ده كومبريشن، اضربه في 1.5 على، لا ده 2 في 2 على جذر 13 يساوي صفر. طبعا 100 بوزيتيف ماينس 100 في 2 على جذر 13 يساوي صفر، يطلع ده ب 50 جذر 3 كومبريشن. كده جبنا الفورسز نتيجه الاكشوال لودز، نحطها في الجدول، نملي بيها الجدول هنا كابيتال ان باشارتها، وبعدين نحط يونت لود عند الايه اللي هو هنا 1 كيلو نيوتن. مش موجود على الرسم، طبعا هي الرسمة دي هي دي بالظبط، لكن احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه؟ نحط 1 كيلو نيوتن بس عند نقطة ايه؟ طالما ده 1 اقول ده سيجما الاف واي يساوي صفر، يبقى ده اللي هو اي بي في 3 في 4 على 5 يساوي صفر، يطلع 1.25 تقريبا، 1.25 مظبوط، وتنشن. من سيجما الاف اكس اجيب ده، جبنا الاتنين دول، ده يساوي ده وده بصفر، يعني مش حد الفيرشوال لود هنا بس. خلصنا دول، ده 1 ضربناه في 4.5 ناقص الدي اكس في 2 يطلع الدي اكس، يبقى ده يساوي ده، صار عندي ده، والواحد اللي هنا يقابل واحد هنا، فأقدر أجيب ده أقول 1 ناقص الـ FBD في 2 على جذر 13 يساوي صفر، يطلع ده كومبريشن، والقيم أهي تنشن كومبريشن، املاها زي ما هي. وبعدين نملى الأطوال، ده طوله 3 ده 3 جذر 13 ده 2 ده 2.5 ده 1.5، ونكمل الجدول ونجمع، طلع 2644 كيلو نيوتن تربيع دوت متر. الدلتا ايه؟ هنا في 1 كيلو نيوتن راح مع 10 اس 3 من 6، اتبقى 10 اس 3، ده البسط اقسم على الاريا اللي هي 400 ملي متر تربيع، يعني 0.4 في 10 اس سالب 3 متر تربيع، ودي 200 حولتها الباسكال، طلع الجواب 0.033
1 متر، أو 3 اضربها في 1000 تبقى 33.1 مليمتر. طلعت بوزيتيف، يبقى معناه إن نقطة A هتدفلكت لتحت بالقيمة دي.